هذه الشيلة اهداء للمعرس منصور صويان المطيوي من والدته. همسة فرح لكل جديد في عالم السلطة، جديد الزمن والشيلات، شيلات قصائد شعرية حسب الطلب، مواليد من تخرج مدري تراحيب قاعد تكريم تربية نقل كرة تجريبات العامة والخاصة جوال 0555587737. لك يا منصور غنيت القصيد في يوم عرسك عسى فرحك تزيد. منصور مبروك لك يوم السعد يا طيب الساس يا الحرة الفريد. شرواك متعالي الرسل قضم عن منهج الطيب والله ما يحيد. ابوك صوياني هو على اللقم جزل العطايا عسى عمره مديد. ما بين ربعات تشرف سيرته والجود ما هو على مثله جديد. عظيمك اخوك وحسامك بدر العز يجري بدمه والود. بدر ينوم اسعل ومه وافي اهزن النبه دايم الريس دي واحمد بوقت اللواسم مسندك والعز طبعه وذا شي ناكي. امامك اهل العلوم الغانمة خوالك اللي بهم كل نيشي وما لم طيويهم اسبار الفعول عزوه وصل طيبها حتى البعيد. شرواك متعالي الرسل قمم عن منهج الطيب والله ما يحيد. وابوك صوياني هو على المقام جزل العطايا عسى عمره مديد. لك يا منصور غنيت القصيد في يوم عرسك عسى فرحك تزيد. منصور مبروك لك يوم السعد يا طيب الساس يا الحرة الفريد. شرواك متعالي الرسل قمم عن منهج الطيب والله ما يحيد. وابوك صوياني هو على اللقم جزل العصايا عسى عمره مديد. ما بين ربعات تشرف سيرته والجود ما هو على مثله جديد. عظيمك اخوك وحسامك بدر العز يجري بدمه والوري. وبدر ينوم اسعل ومه وافي اهزن النبه دايم الريس دي واحمد بوقت اللواشم مسندك والعز طبعه وذا شي ناكي. امامك اهل العلوم الغانمه خوالك اللي بهم كل نيشي وما لم طيويهم كبار الفعول عزوه وصل طيبها حتى الفعيل. شرواك متعالي الرسل قمم عن منهج الطيب والله ما يحيد. وابوك صوياني هو على المقام جزل العطايا عسى عمره مديد. 0566 5 0 5 5 8 7 6 8 7. ترقبوا الجديد والحصري في عالم الصوتيات، ليس الوحيدون ولكن